خارطنا في اطار ديال الجميع ما بين الفلاح ورباب المعامل. انا منخرط في الوزين ديال مشيش العالمي، قضيه ديال الجميع مزيانه، تتوفر لنا جميع التمويلات ديال الارز اللي كتخص الارز، كيعطيونا التسليفات باش نحرطو، كيعطيونا الزريعه، كيعطيونا لي زونغري، الملحه، الادويه اللي كتعلق بالراوز وكتخدم الراوز كامله كيعطيوها لنا، وتيأطرونا، كيعطيونا واحد القضيه ديال التأطير، عندهم ناس تقنيين في هذا المجال هذا ديال الارز، وتأطرونا فضل هذه القضيه ديال الجميع. الحمد لله ولينا كنجو مزيان، تيعطيونا عاوتاني باش نحصدو، ترونسبور تيخلصو لنا. المهم الفلاح خاصو غير يقابل بلادو، وحتى المردودية تزادت ولله الحمد. سابقا كان الفلاح ما كيتعداش واحد 55 حتى 60 قنطار، هذا اعلى سقف كينتجو. الان ولله الحمد تيلحق بنادم الفلاح، تيلحق دابا حتى ما بين 95 ل 100 القنطار في القطار. هاد السلسله ديال الجميع كتوقف مع الفلاح، وما كيخسر حتى حاجه من جيبو، كل شيء تيخرج من عند ارباب المعامل. اكياس فاش نحصدو تيعطيهم لنا هو، وتعطينا التسليفات باش نخلصوا الخدامه اللي كيهزوا لنا، وهذه باش نحصدو، والترانسبور حتى هو مكلف به. الفلاح عليه غير يخدم باش ينتج مزيان ورفع من المستوى ديال الانتاج، وراه غادي يكون بخير ان شاء الله. قبل ما غادي نزرع كنعرف الثمن باش غادي نبيع. المهم هذه القضيه ديال الجميع قطعت طريق مصريه اللي كانوا تينهبوا الخيرات ديال الفلاح مساكن اللي هما ضعاف وما تعرفوا والو. هذه القضيه ديال الجميع رفعت من المدخول ديال الفلاح اولا، وخلاته يستقر في المنطقه ديالو ما يديرش الهجره، شجعوا الفلاحه باش ينخرطوا في القضيه ديال الجميع. الجميع راه حاله مزيانه ومزيانه بزاف الفلاح، وكتحميه من السماسريه.